أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف في الكون الأهلي فوق الجميع. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث يخوض حاليا الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة أمام نظيره الزمالك في الجولة الأخيرة من الدورة المجمعة الثانية لنهائيات بطولة الدوري. وتقام المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويسعى الفريق إلى تقديم عرض قوي والفوز للتتويج باللقب للعام الثاني على التوالي. ويدخل الأهلي المباراة في صدارة الترتيب بعد تعثر الزمالك أمام هليوبلس في الجولة الماضية، ويحتاج الفريق إلى تحقيق الفوز لحسم البطولة. عبر محمد عادل لاعب الفريق الأول الكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بتجديد تعاقده مع النادي على بياض، مؤكدا أنه لم يحتاج لوقت لحسم أمره على الرغم من تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة. وأوضح عادل أنه فضل الاستمرار مع الفريق بعدما أصبح الأهلي بيته وعائلته، خاصة في ظل الأجواء الطيبة التي وجدها من الجميع، خاصة من جانب محمد مصلحي المدير الفني للفريق. وشدد عادل على أنه يطمح في تحقيق العديد من الإنجازات مع الفريق في الفترة القادمة، خاصة أن وصول الفريق إلى القمة والفوز بالثلاثية إنجاز يحتاج إلى الكثير من الجهد للحفاظ عليها. أشاد محمد مصلحي المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بموقف الثنائي محمد عبد المنعم ومحمد عادل لاعبا الفريق بعد تجديد عقودهما على بياض والاستمرار مع الفريق خلال السنوات القادمة. وأكد مصلحي أن منعم وعادل قدم نموذجا رائعا للانتماء إلى الفريق بعدما ساهم في حصد ثلاثية الموسم الجاري ولقب بطولة إفريقيا في الموسم الماضي، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يثمن موقف اللاعبين وجماهير الأهلي لا تنسى أبدا من يضحي من أجل الفريق. وألمح مصلحي أن استمرار منعم وعادل يدعم خطط الجهاز الفني للموسم الجديد في السعي نحو المنافسة على كل البطولات في ظل ما يتمتعان به من إمكانيات كبيرة ستساعد الفريق على تحقيق أهدافه. تأهل مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي للسكواش إلى نصف نهائي بطولة الأرجنتين والمقامة خلال الفترة الحالية. ومن المقرر أن يواجه عسل صاحب 17 عاماً اللاعب الأرجنتيني ليناردو روميليو المصنف الثاني في البطولة اليوم في الأرجنتين.
ودخل عسل البطولة وهو في التصنيف 191 عالمياً، خاصة وأن هذه المشاركة تعتبر الثانية له في بطولات الاتحاد الدولي بعد أن كانت مشاركته الأولى الدولية في بطولة الجونة والتي دخلها وكان تصنيفه 339 على العالم. وأكد ناصر زهران المدير الفني ورئيس قطاع الاسكواش بالأهلي على أن وصول عسل إلى هذا الدور يعد إنجازا للاعب الأهلي خاصة في المشاركة الثانية له في بطولة كبيرة من بطولات الاتحاد الدولي للعبة. فاصل قصير ونعود للملاعب العالمية، ابقوا معنا.